والنبال والناس خانزين والناس كفرين كيموتوا من غير الجوع جاو صوروا فينا حنا ما بغينا نصور بغينا الواقع ويدوزوا لنا غير الطريق فين يدوزوا المحسنين اللي عندهم اللي كتب الله زاد الله يرحم الوالدين. شوفوا هاد الناس هاد الجمعيه ديالك البرلمان ساهل شاف هاد الناس شوفوا هكا شوفوا واش هادشي كيتعطي للموالين الزلزال هادو راه بغا يقتلوهم قبل ما يخدموا الله. بعدما رفضت المغرب دخول الطائرات العسكرية الجزائرية لتقديم المساعدات للشعب المغربي المتضرر، شاهد امرأة مغربية تناشد النظام المغربي الفاسد السماح للمحسنين بمساعدتهم، وفي فيديو آخر شاهد مساعدات منتهية الصلاحية للمنكوبين في المغرب وفي مناطق أخرى. عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. لو قدمت الجزائر المساعدات لكانت المتهم الأول في تقديمها. والنبال والناس خانزين والناس كفرين كيموتوا من غير الجوع جاو صوروا فينا حنا ما بغينا نصور بغينا الواقع ويدوزوا لنا غير الطريق فين يدوزوا المحسنين اللي عطيونا اللي كتب الله غير الطريق ما يعطيوناش يجيبوا يدوزوا لنا الطريق عطى الله المحسنين يجيونا من كل جهه ويدوزوا لنا غير الطريق الله يرحم الوالدين راه المجهدي الناس خلازو اللي عايشين كيموتوا بالجوع ونعطوش وحنا كنموتو وقالوا لك تسمنا حتى تساليو ندوزو نصوروكم عاد ندوزو لكم الطريق عاد نعطيوكم الماء اللي ما تشربوا وحنا كنموتو اللهم انا هذا منكر اللهم انا هذا منكر اللهم انا هذا منكر والحكومه ديالنا مات والحكومه ديالنا مات وما دارت لينا والو اول زلزال جا في هذه المنطقه اللي عايشين كيموتوا بالجوع واللي ماتوا تفرقعوا بالحناز. زاد الله يرحم الوالدين. شوفوا هاد الناس هاد الجمعيه ديالك البرلمان ساهل شاف هاد الناس شوفوا هكا شوفوا واش هادشي كيتعطي للموالين الزلزال هادو راه بغا يقتلوهم قبل ما يخدموا الله شوف شاشي واش هذه هي المقاومه ديال الزلزال هذا انتقام هذا انتقام هذا انتقام الله يسلمك.